السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في تعليق جميل بصراحة، يعني هي نعتبره إضافة بصراحة. فأخونا الكريم بيقول عن طريق الخف، يعني أنا دايما بتبع، كنا بنتكلم عن طريقة الخف ما بين الميزان والمسطرة وكده، وأهمية المسطرة عن الميزان. فأخونا بيقول أنا دايما بتبع إرشادات المصنع في الخف بالميزان يعني، وما عنديش أي مشكلة، وعمري ما استخدمت المسطرة في الخف، مفيش أي مشاكل خالص. هي الفكرة، احنا دايما بننصح بالمسطرة، أو مش بننصح بالمسطرة يعني بالأخص، لا، احنا بنقول نتبع الإرشادات بتاعت المصنع. يعني العبوة بتيجي في عبوات، بتيجي عبوة دهان، بيقول مثلا العبوة دي هتتخف بالمسطرة 4-1-1 مثلا، أو 2-1-1 أيا كان، عامل هنا المسطرة، تمام. يقول لك كده مثلا المسطرة دي اللي مش عارفها، دي مسطرة زي ليها معادلة كده معينة لطريقة خف الدهانات، بتدينا أفضل نسبة خف علشان خاطر تحافظ على العملية الكيميائية بشكل سليم، علشان تدينا الجودة واللمعة المطلوبة وتماسك الدهان بشكل صحيح. وعلى نفس العلبة بتلاقي عامل لك خانة تانية بيقول لك لو عاوز تخفها عن طريق الميزان، تشتغل تدي مثلا 100 جرام عليهم كام جرام مصلب، او عليهم كام جرام تنر. فهنا مفيش اي مشاكل، هنا احنا بنتبع ارشادات المصنع، وهنا بنتبع ارشادات المصنع. ولكن في علب ما بيكونش عليها الايقونة دي، اللي بيكون مكتوب اللي هي المسطرة. فالفيلر ده بالاخص، هو وبعض الالوان زي الابيض كثافتهم مختلفه. يعني مثلا تلاقي كيلو الفيلر او لتر الفيلر، دي 1 لتر، ودي 1 لتر، ادي المصلب، ودي 1 لتر، ادي الفيلر وادي المصلب وادي التينر وادي الفيلر. الفيلر ده بيتخف مثلا 4-1-1، يعني معظم انواع الفيلر بتتخف 4-1-1، وفي انواع فيلر بيكون ليها اكتر من طريقة خف. يعني هي علبة واحدة بتشتغل بطريقة خف فيلر، وبتشتغل بطريقة خف ويت ان ويت، اللي هو الطري على طري، وهكذا. دي بتقول لنا انا بشتغل مثلا الفيلر ده بيتخف، على النشرة الفنية تلاقي مكتوب ايه 4-1-1، يعني بنجيب المسطرة اللي رقمها اللي مكتوب عليها 4-1-1 وبنشتغل عليها. طيب العلبة دي بقى في الفيلر هتلاقي وزنها حوالي 1500 جرام، والعلبة دي هتلاقي وزنها تقريبا 1000 جرام او 900 جرام، وديت نفس الكلام، يعني ممكن يكون في بعض الاختلاف، ولكن ده ودي لتر ودي لتر ودي لتر، تمام. المفروض بقى الفيلر ده ياخد ربعه مصلب وربعه تينر. طيب ال 1500 جرام، يعني ممكن حد ما مش معاه مسطرة او مش عارف الفكرة، هيجيب ال 1500 جرام هيقسمهم على 4، 1500 على 4 هيعملوا حوالي مثلا 3 في 5 ب 4 في 5، يعني حوالي 350 جرام مثلا، حوالي 350 جرام. هيقسم هيحط قد ايه بقى مصلب؟ 350 جرام مصلب على الفيلر، لان هو 4-1-1، الكلام ده غلط مش صح. وهيجيب 350 جرام تينر هيحطهم على ده لو هو يشتغل على الميزان، الكلام ده مش صح. ليه؟ لان هو عايز يخف 4-1-1، يعني عاوز يدي ربع الكمية دي، ادي الفيلر اهو، عاوز يدي ربع الكمية دي مصلب كحجمها مش وزنها. فأصبح ال 1500 ده لو قسمناهم على الأربعة هنكون ضايفين مصلب أكتر من اللازم، لأن ده أنتوا واخدين بالكم يا رجالة، الكثافة هنا هم الحجم واحد، التلاتة دي لتر ودي لتر ودي لتر، لكن وزنهم مش مختلف، وزنهم مختلف. فما ينفعش ان احنا نعمل ده بوزن ده وده بوزن ده. المسطرة بقى هي اللي بتحقق المعادلة السليمة، بتخليك تدي الكمية دي
مصلب ربعها بس. ليه؟ في مسطره، انت بنجيب المسطره بنحطها هنا كده، المسطره مثلا الفيلر جه عند رقم كام؟ رقم 5. في خانه تانية في المسطره عند رقم 5 بنزود. اصبح كده المصلب اللي خدته ده مش هيكون 350، هيكون حوالي ربع كيلو بالظبط مصلب. ونفس الكلام على التنر، لان في شركات فيلر بتكون عامله الفيلر ده هو علبه فيلر وليها علبه مصلب وعلبه تنر، هي مقفوله خلاص. لو جيت وزنت الحاجات، علبه المصلب دي المفروض انها بتخف 4-1-1، مش هتلاقي وزنها 350، هتلاقي وزنها ربع كيلو، هتلاقي وزنها 350 بالعلبه، ويعني الصافي ربع هنا ربع، والصافي هنا حوالي 1400 جرام او 1500 جرام، لان علبه الفيلر دي احيانا بتوصل ل 1700 جرام بالعلبه. فادي المقصود. فادام بتشتغل بالنشره الفنيه على الميزان مفيش مشاكل. امتى بقى نشتغل على الميزان على الفيلر ده؟ لو لتر الفيلر ده 900 جرام زي المصلب و900 جرام زي التنر، هنا نشتغل على الميزان، وبرضه بشرط النشره الفنيه هو اللي بيكون يقول كده. فكره بقى المسطره ان الالزاميه ليه؟ لان هي الحمد لله يعني نفتكر كده العمليه مفهومه. فبصراحه يعني الاضافه بتاعت اخونا يعني بنشكره على الكلام ده، بصراحه وضح لنا حاجات يعني كويسه. يعني الحمد لله الموضوع كده تمام يا رجاله. هي دي فكره والابيض يعني بردك في الابيض في ابيضات اشتغلنا بيها، بنلاقي لتر الابيض لتر الفضي مثلا يعمل له 1000 جرام، لتر الاحمر يعمل له 1000 جرام او 900 جرام او 1100 جرام. الابيض ده بالاخص تلاقي اللتر بتاعه عامل حوالي 1400 جرام، ويقول لك ده بيتخف 2-1، بيتخف 2-1، يعني ال 1400 اللتر الفيلر 1 لتر ابيض بياخد نصهم مصلب، 1 لتر بياخد نصهم مصلب. نصهم بقى مصلب كام؟ ممكن حد يفتكر 700 جرام، لا هو مش 700، هو بيقول لك 2-1، يعني نجيب مسطره اللي مكتوب عليها 2-1 نخف بيها. لو خفيت على المسطره هتلاقي نفسك بتدي اللتر الابيض ده 500 جرام مصلب مش 700 جرام. طب لو ادينا ال 700 اصبح كده واخد اكتر من حقه، ونفس الكلام هنا اهو. ده طبعا هيأثر على جودة الخامة نفسها ولمعته وقوته، وممكن لا قدر الله يكون ما يعمل مشكلة في الكيمياء بتاعته. ادي الفكرة كلها رجالة. فأفضل حاجة دايما زي ما اخونا قال الإرشادات المصنع، سواء هي بقى بالمسطرة أو بالميزان. الموضوع ده مهم جدا يا رجالة بصراحة، موضوع الخف ده مهم يعني، لأن في مشاكل كتير ممكن تحصل، ممكن ده يكون من سببها. فانت لما تكون الحمد لله مأمن نفسك وخفف صح، ولا قدر الله حصل مشكلة، تبقى انت مستبعد حتة الخف، تدور في حتة تاني. سبب المشكلة ممكن الصنفرة مش عارف ايه، لكن لما لا قدر الله حصل مشكلة هتلاقي القصة دي دخلت، انا كده توهت نفسي، بدل ما كنت بدور في مشكلة معينة او حاجة معينة اصبح كده لا انا بدأت ادور في ايه، في دي كمان يمكن طريقة فلا الواحد يمشي الحمد لله خطوات سليمة. حتى لا يعني لما يحصل حاجة لا قدر الله تعرف تتكلم مع الدعم الفني صح، انا اشتغلت صح وخفيت صح، ويوصل معاك لحل المشكلة. الخف والله لا كان سليم، اللي الصنفرة انا صنفرت بصنفرة كذا مش عارف ايه وهكذا. يا رب يكون الفيديو سهل. وطبعا بنشكر اخونا الحبيب يعني الله يبارك لك. اللي عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات يا رجاله. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.